لمستوى في الحقيقة يرتقي لقيمة للقيمة والقامة الحضارية العظيمة لمصر، فهذا التكريم رمزي لكل شباب مصر، لأنه في كل مكان، في كل مؤتمر، في كل عمل، في الحقيقة لدينا أبطال هم الذين نعتمد عليهم في تحقيق إنجاز حقيقي لهذا الوطن في المستقبل. الحقيقة أنه يعني الشباب قدموا صورة هائلة ورائعة لمصر في هذا المؤتمر، ولكن الآتي أعظم، الآتي هو ما سنحقق فيه بالفعل كل ما حلمنا به بوطن، يعني زي ما بنقول دائما يرتقي لقيمة هذه الأمة، وطن يقوم أو ينهض على قواعد الحرية والتنمية الاقتصادية، لأننا نريد أن تكون هناك عدالة في وطن في الحقيقة أغنى، في وطن أرقى، في وطن أكثر تنمية، وليست عدالة تقتسم الفقر. نريد أن نبني ثراء ونقتسم الثراء، لا نريد فقرا نقتسمه بشكل عادل. نريد أن نبني بشبابنا وأيضا بالأجيال القادمة، أن نقدم لها نموذج من خلال هؤلاء الشباب وغيرهم من الشباب العاملين في كل موقع، زي ما قلت من أصغر فلاح وعامل لأكبر حد في أي موقع في الدولة. في الحقيقة أن احنا ببناء هذا النموذج وهذه القدوة يمكن بالفعل أن نعطي الكثير لأبنائنا في كل موقع، أن هناك إمكانية للإنجاز، أننا نستطيع بالفعل، أن احنا نقدر. أتمنى دائما التوفيق لكل شبابنا، وأتمنى أن نستمتع معا بحفل تكريم لشبابنا بشكل يعني ممتع ولطيف، وأيضا أن نكون هناك إشارة لكل الشباب في مصر أن من يقدم شيئا لمصر فمصر لن تنساه، سواء ممثلة في الدولة أو في مؤسسات دولة زي مؤسسة الأهرام. شكرا.